مال هو بيقفل ازاي دي؟ انا اظن انهم نقفلوا فيه. ايه ده كله؟ كان فدان داي؟ ويا ترى انت قاعده فين اختي؟ لو سمحت شفتي اختي ميرو؟ ايه اللي بتنشي دبان داي؟ سمعنا عليه المكان ده جامد. روح انا ابص عليه. قاعده مع مين داي؟ اليوم الضيق بيه. اصلا اشوف الدكتور بالليل. بتعمل ايه وكلهم ده؟ بتعمل ايه يا دكتور اميرو؟ ومين ده اللي انت قاعده معاه؟ بتكلم كده ازاي؟ وازاي سمح الامن يدخلك بالجلابيه؟ بتكلم كده ازاي؟ انت لسه شفت حاجي؟ ده انت لسه هتشوف حاجات هتحصل. وطي صوتك لان ده الامن يرميك بره. امن؟ مين ده يا دكتور اميرو؟ روح يا عبدو، هو في ايه؟ ليه الفضايح دي كلها؟ مين ده؟ ده اخويا. اتكلم باسلوب احسن من كده. انا اخو الدكتوره اللي ابوها بايع لها ثلاث قراريط وبيفكر يبيع القراطين التانيين علشان يصرف عليها تبقى دكتوره قد الدنيا. بص الناس عامله ازاي حوالينا ومنظر اختك في الجامعه عامل ازاي؟ المفروض نقعد ونتكلم بهداوه. شغل الصعيد اللي بتعمله ده عندكم في البلد، انت هنا في القاهره. اقسم بالله لما اتكلمت باسلوب احسن من كده ارميك بره. عايز افهمك حاجه. وطي صوتك شويه. وانت كمان اهدى يا عبدو، فرقت علينا الجامعه كلها. عايز افهمك حاجه. الصعيد بيخش اي مكان وبيتعامل فيه ولا بيخاف ولا بيكش. وعايز اقول لك على حاجه، شفت اصحابك دول هم باصين عليك؟ وعزي جلاله الله، وعزي جلاله الله، لو سمحوا ان هم يدخلوني على البوابه بابنجي كنت ضربتك طلقتين خساره فيك 82 جنيه. بس انا هقول عوض على الله. بس افتكر الوشي ده زين يا ام، ان الصعيد لما بيتحط في حاجه مش بينساها. غور من وشي دلوقتي بدل ما تفنك انت والامن اللي هتجيبها. غور. الفضايح اللي انت عاملها لي دي ينفع الموقف اللي انت حطتني فيه دلوقتي؟ على فكره دي دراسه وده زميلي ودي جامعه وقاعدين قدام الناس كلها. احنا هنا مش في الصعيد. حتى لو احنا فين، احنا عارفين عاداتنا وتقاليدنا. وخف المسخره وقله الادب اللي انت بتعملها ده. انا مش بعمل مسخره. ابوك هيبصي. ابويا عارف الكلام ده كويس. ابوك عارف الكلام ده؟ اه. هنشوف الموضوع ده في البيت. انا قادر كنت ضربتك بالقلم وقلت منك قدامه، بس مش هعمل كده علشان ابويا لسه عايش. تمام؟ ابوك مستنيك، هيديك طلقتين حلوين وان شاء الله انا ابقى ازورك واقول لك يا اختي حقك علي، ان انا لو شفت الثاني بتعمل المنظر دي هدفنك مكانك. تفضلي يا ست هانم، ابوك مستنيك. تفضلي ابوي. قلت حي.